بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. الحقيقه الفيديو ده انا ما كنتش مرتب له، لكن الحقيقه تلاحظ وابتدت تطلع تقارير في العالم كله عن ظهور حالات التهاب كبدي حاد غير معروفه السبب. مش معروفين بالظبط ايه الفيروس او ايه الحاجه اللي مسببه الالتهاب الكبدي الحاد، والحالات دي كلها لاحظوها في الاطفال. والحقيقة إن كذا دولة ضمنها الدنمارك وكذا دولة سجلوا عدد من الحالات. واللي لفت نظري النهاردة إن الحقيقة وزارة الصحة طلعت بيان بالموضوع ده، بس ما حدش أعلنوش إن لسه عندنا في مصر في الحالات دي سجلت لغاية دلوقتي، عشان ما متخيلين الحالات دي بتيجي بإيه. الحالات دي بيحصل إن الطفل بيحصل له ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل له أعراض في الجهاز الهضمي، قيء، إسهال، فقدان شهية، وبعد شوية يبتدي يظهر ان نسبة الصفرة بتزيد، يعني بياض العين يصفر، لون البول يغمق يبقى زي لون الشاي. لما بنعمل التحاليل نلاقي عنده انزيمات الكبد عالية، وتبقى عالية بكميات كبيرة، يعني بنلاقي الانزيمات بتعدي 500 و600، ارقام كبيرة بتعدي الافات. طبعا الكلام ده في الاطفال كان متعارف عليه ان ده بيبقى سببه فيروس ايه بتاع الاطفال، وده شهير جدا. فلما بنحلل بنلاقي فيروس ايه بنطمن. او برضو الفيروسات الاخرى زي البي والسي، برضو تلاحظ ان الكورونا فيروس الكورونا ابتدى يعمل اعراض مشابهه لاعراض الالتهاب الكبدي الحاد في الفتره الاخيره. بدنا نلاحظ ان في حالات بتيجي بالتهاب كبدي حاد، لكن اللي انا بتكلم عنه النهارده ده الفيروسات المعتاده سواء اي او بي او سي او دي او اي كلها بتبقى سلبيه. مفيش لما عملوا تحليل الكورونا برضو مفيش. هما من لغاية دلوقتي مش عارفين ايه الفيروس الغامض ده اللي بيسبب التهاب كبدي حاد في الاطفال. وكذا حالة، حوالي 4 حالات احتاجوا لزراعة كبد، لانه طبعا كان وصل لمرحلة الالتهاب الكبدي المشتعل اللي هو بيدمر خلايا الكبد كلها. طبعا احنا متابعين معاكم الحالة ازاي اول باول، هنشوف الموضوع ده هيتطور لايه. ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني اقول لكم هل تم اكتشاف سبب للالتهاب الكبدي الحاد ده ولا لا، وايه تطوراته، وهل ظهرت حالات في مصر او في الوطن العربي ولا لا. كل ده ان شاء الله هتتابعوه معايا في القناه. طبعا اللي لسه ما اشتركش في القناه طبعا يشرفني بالاشتراك في القناه عشان يتابع كل جديد، ويفعل زر الجرس. وطبعا اتمنى الفيديو ده طبعا تشاركوه وتنشروه عشان الناس يبقى عندها وعي، عشان اي حد يبقى الطفل بتاعه عنده اعراض التهاب كبدي او وبائي حاد لازم يروح للدكتور، وما يكتفيش بالعلاج في البيت بس، لا لازم يطمن. ولازم مهم قوي ان احنا نعرف ايه السبب، لو عنده فيروس ايه بتاع الاطفال نبقى مطمئنين، لكن لو ما فيش فيروسات خالص والطفل عنده التهاب كبدي حاد لازم نقلق ونشوف ايه الموضوع ده لغايه ما يظهر القصه حكايتها ان شاء الله. نشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.